الجلالة يخاطبكم. لذلك يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة لتشويش سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار. إنهم لا يريدون أن يفهموا بأن قواعد التعامل تغيرت وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا. لذا تم تجنيد كل الوسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية وتوزيع الأضواء واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول. وللمنطقة قدمت تصويرات بعمالة مسيرة التنموية بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية. والتنسيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي باعتراف الذي وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره رغم انزعاج الأداء وحسب الحاقدين. شابير عزيز، هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية في نفس الوقت. هذا غير صحيح. المغرب تغير فعلا لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار. فإضافة إلى الثوابت التقليدية التي ترتكز عليها، نحرص اليوم على تأسيسها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. وقد ثابت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات. ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.